اهلا بيكم في ساينس بايتس، انا احمد ابراهيم. النهارده هنتكلم على موضوع لطيف جدا وصغير بس يحير، على قد ما هو بسيط بس لخبط ناس كتير قوي. الفيتامينات عناصر مهمه جدا جدا في جسمنا وداخله في عمليات كتير جدا، وبالتالي الجسم ما يقدرش يستغنى عنها، وفي نفس الوقت عنده مشكله صغيره في عمليه تخزين العناصر دي، مش بيعرف يخزن 3 ارباعها. في مجموعه بيعرف يخزنها لان هي بتدوب في الدهون فيحتفظ بيها في الدهون، دول اللي سميناهم الفات سوليبل فيتامينز، الفيتامينات اللي تقدر تدوب في الدهون. منهم فيتامين A و D و E و K، دايما بفتكرهم بهذا الكائن الديك A D E K. اما بقى المجموعه اللي مش بيعرف يخزنها قوي هي الووتر سوليبل فيتامينز، او الفيتامينات اللي بتدوب في الميه، ومنهم عائله فيتامينات B و C. نخش بقى في شويه تفاصيل. طبعا حضرتك ممكن تقولي نبتدي بالووتر سوليبل فيتامينز بما انهم 2 فنخلص منهم بسرعه. هقول لك ان انت للاسف مضحوك عليك، لان عائله فيتامينات B عائله كبيره جدا وداخله في حاجات كتير انا بسميهم مافيه الفيتامينات. فهنبتدي بالغلابه الفات سوليبل فيتامينز. اول واحد فيتامين A او الف اللي بيطلقوا عليه اسم ريتينول، بما انه اول واحد فليه علاقه بالرؤيه، فنقصه بيسبب مشاكل في الرؤيه خصوصا بالليل، ولو ناقص قوي بيعمل مشاكل في الرؤيه كمان في النهار. فيتامين D او دال، فيتامين D او دال ده مهم جدا بقى عشان العظم. كنت بقرا زمان ان الواحد لازم يطلع في الشمس علشان عظمه يبقى كويس، بس عمري ما فهمت ايه العلاقه الصراحه. بس اتضح ان في شكل من اشكال فيتامين دي موجود تحت الجلد، والاشعه فوق البنفسجيه اللي جايه من الشمس او اليو في لايت هي اللي بتخليه يتحرك ويروح يشوف شغله. طب ايه علاقه فيتامين دي بالعظم؟ اقول لك، فيتامين دي مهم علشان الجسم يعرف يمتص الكالسيوم اللي احنا عارفين طبعا اهميته للعظم، وبالتالي مفيش فيتامين دي مفيش امتصاص للكالسيوم حتى لو نظامك الغذائي فيه كالسيوم، اوكي؟ ونقصه بيسبب مرض في الاطفال اسمه الريكتس اللي فيه تقوس في العظام، ولما بيجي في الكبار بيعمل حاجه اسمها اوستيوماليشيا. بس الاوستيوماليشيا دلوقتي بقت نادره خصوصا في الدول المتقدمه، وبقينا بنشوف حاجه تانية اسمها اوستيوبوروزيس او هشاشه العظام، لان اوستيوبوروزيس ليها علاقه شويه بضعف العظم، مش ان العظم ما بينشفش اصلا زي في الاوستيوماليشيا. فيتامين اي، انتي اوكسيدنت. في حاجات كده بتطلع في جسمنا نتيجه تفاعلات كتير اسمها فري راديكلز، واللي ممكن تطلع بكثره برضو لو اتعرضنا لانواع من الاشعاع. الحاجات دي مش لطيفة في جسمنا ولازم تتكنس، لأنها لو اتسابت قد تسبب أضرار خطيرة، وهي الحاجات اللي بتكنسها دي اسمها أنتي أوكسيدنتس أو مضادات الأكسدة، منها فيتامين إي. شفتوا بقى جميل إزاي؟ آخر واحد في المجموعة دي هو فيتامين كي. فيتامين كي ده بقى حكايته حكاية. فيتامين كي مهم علشان تصنيع الكلاتينج فاكتورز أو عوامل تخثر الدم أو التجلط. الله، هو إحنا محتاجين الجلطات في جسمنا ليه؟ لا بقى محتاجها لما حضرتك تتعور والنزيف يقف، ده اسمه ايه؟ ما عشان الكلوتينج فاكتورز اشتغلت. اذا من غير الكلوتينج فاكتورز دول البني ادم ممكن يبقى عنده سيوله وينزف اكتر من اللازم من جرح معين، ده غير انه ممكن يبقى عرضه اكتر للنزيف الداخلي. معلومه بقى على جنب كده، سبحان الله، في جسمنا نوع من انواع البكتيريا بتساعدنا في تصنيع فيتامين كي ده. اوقات البني ادم بيتعرض لعدوى معينه فيضطر ياخد انتي بايوتكس، وساعات الانتي بايوتكس دي زي ما بتموت العدوى تموت البكتيريا النافعة اللي عندنا، فيبقى عندنا نقص في فيتامين كي في هذه الأثناء ساعات. وبكده نبقى خلصنا عائلة الفات سوليبل فيتامينز. نخش بقى الووتر سوليبل فيتامينز، وطبعا هنبتدي بالغلبان ده فيتامين سي. فيتامين سي ده ووتر سوليبل فيتامين أو بيدوب في المية، وزي أخوه فيتامين إي اللي كان فات سوليبل لأنه أنتي أوكسيدنت، مضاد للأكسدة برضه. مش بس كده، هو مش قلود، فيتامين سي مهم علشان النسيج الضام او الكونكتيف تيشو، بالاخص حاجه اسمها الكولاجين. وطبعا الناس اللي عارفين في التجميل بقى والفيلرز وكده عارفين ايه هو الكولاجين. الكولاجين داخل في حاجات كتير قوي في جسمنا، في الجلد، في العظم، في الغضاريف، في الاربطه، وبالتالي نقص فيتامين سي بيسبب مشاكل، منها مرض اسمه سكيرفي، سي سكيرفي، واللي بنعلمه بحاجه اسمها بليدنج جامز اند تيث او النزيف من اللثه. دلوقتي هنتكلم عن مافية الفيتامينات، العائلة الضخمة عائلة فيتامينات بي. زي ما قلنا دي عيلة كبيرة جدا وداخلة في عمليات كتير في جسمنا، منها عمليات التمثيل الغذائي نفسها، الميتابوليزم سواء كان بروتين ولا فاتس ولا كربوهيدراتس، ده غير ان وجودها مهم علشان انزيمات معينة تشتغل، وساعات في تكوين انزيمات معينة. تعالوا نشوف مع بعض بالتفصيل هذه العائلة ونشوف اذا كان الموضوع فعلا بهذه الخطورة ولا يعني تعالوا نشوف.
قبل ما نخش معلش، لما هاجي اتكلم على ميتابوليزم معين احاول اقول لكم الخطوه بالظبط اللي كان داخل فيها هذا الفيتامين عشان نعرف نربطها بسهوله. اول واحد فيتامين بي 1 او الثيامين، وده داخل فيه كذا عمليه ميتابوليزم منها الجلوكوز ميتابوليزم اللي شفناها قبل كده. لما استخدمنا الثيامين بايروفوسفيت في خطوة البيروفيت ديكربوكسيليشن، لما البيروفيت خرج من جلايكوليسيز وكان خلاص هيخش كريب سايكل، في خطوة في النص كده اسمها بيروفيت ديكربوكسيليشن استخدمنا فيها الثيامين بيروفوسفيت، واستخدمناه برضو في كريب سايكل. مش بس كده بقى، ده مهم جدا للجهاز العصبي لانه بيساعد في تصنيع مادة اسمها المايلين شيث اللي بتغطي الاعصاب، ومهمة جدا في سرعة نقل الاشارة، الاشارة العصبية يعني. محدش يقول لي ليه الاشارة عصبية عشان معرفش، مش حلوة؟ مش نبقى نشيلها. غير ان هو داخل في تصنيع النيورو ترانسميترز او المواد اللي بتساعد في نقل الاشارات العصبيه برضه، وبالتالي نقصه بيسبب مرض اسمه بيري بيري. متخيلين عنصر داخل في حاجه مهمه زي الجلوكوز ميتابوليزم اللي بنستخدمها عشان نطلع طاقه ومهم للجهاز العصبي، هيبقى عدم وجوده اعراضه شكلها عامله ازاي؟ فمن ضمن الاعراض ضعف في العضلات وتعب وارهاق عام، والواحد كده يبقى عنده confusion او ارتباك مشوش. طب وفيتامين بي 2؟ فيتامين بي 2 او ريبوفلافين ده احنا شفناه في صورة مشهورة جدا 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 وتعملنا معاها كتير، الفاد. طبعا احنا شفنا الفاد ككو انزيم في عمليات كتير جدا، وقلنا ان كو فاكتور يعني عنصر اساسي مهم علشان انزيمات معينة تشتغل بشكل سليم، ومن غيرها هذه الانزيمات قد لا تعمل، فوجودها مهم جدا جدا جدا، وشفناها في الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات والفاتس والبروتينز. في حاجه تانية برضو مهمه جدا، هما بيحبوا يبقى فيه بارت تايم جوب كده، وهي ان فيتامين بي 2 ده مهم علشان يشغل يعمل اكتيفيشن لاخوه فيتامين بي 6، وفيتامين بي 6 مهم علشان تصنيع هرمون اسمه الثايرويد هرمون او هرمون الغده الدرقيه، فعدم وجوده بيتسبب في خلل في تصنيع هذا الهرمون وبيسبب مرض اسمه الريبوفلافينوزيس، وبنعلمه بكراكس في اللبس او تشققات في الشفة، تشققات واضحة. فيتامين بي 3 او النياسين، وده زي اخوه بي 2 شفناه في حاجات كتير من غير ما ناخد بالنا. ايه هي الحاجة دي؟ الناد اخت الفاد، واللي من غيره جلايكوليسيز مش هتشتغل اصلا، ودي حاجة كارثية. ده غير ان هو داخل ككو انزيم في حاجات كتير وداعم للجهاز العصبي. صح هو نقصه نادر ولكن لا يزال يحدث في بعض البلدان، وطبعا نقصه بيكون كارثي وبيسبب حاجه اسمها بلاجرا، واللي بنعلم اعراضها بالفور ديز: دايريا او اسهال، ديمنشيا شخص يبتدي يفقد الذاكره، درماتيتس او التهابات في الجلد، واخيرا قد يؤدي الى وفاه هذا الشخص او ديث. فيتامين بي 5. حد يقول لي يا احمد هو فين فيتامين بي 4؟ انت عايز تخلص؟ عشان ما اطولش عليكم، في حاجات زمان كانوا بيعتبروها فيتامينات وبعدين ما بقتش تصنف من الفيتامينات فتشالت، فمكانها بقى فاضي، منهم فيتامين بي 4. شفت بقى انت ظلمتني ازاي؟ نرجع لموضوعنا. فيتامين بي 5 او بنطلق عليه اسم بانتوثانيك اسيد. البانتوثانيك اسيد ده او فيتامين بي 5 داخل برضو في الكربوهيدرات والفات والبروتين ميتابوليزم، بالاخص في الكو اي، في تصنيع الكو اي. فاكرين لما كنا بنقول ان البيروفيت بعد ما خلص جلايكوليسيس هيتحول لحاجه اسمها اسيتيل كو اي؟ الكو اي دي جت منين؟ من البانتوثانيك اسيد. ده غير ان احنا شفنا الاسيتيل كو اي دي في الفاتس كتير، صح؟ ادينا عرفنا ما وراء الكو اي ده. طب وفيتامين بي 6 او بايريدوكسين، ده بقى حكايته حكايه. الفيتامين ده مهم جدا علشان انزيم اسمه جلايكوجين فوسفورايليز، وده شفنا اهميته في العمليه بتاعت الجلايكوجينوليسيس اللي كسرنا فيها مخازن الجلوكوز اللي هي الجلايكوجين عشان نخرج الجلوكوز عشان الجسم يستفاد بيه. اذا هي عمليه مهمه جدا جدا وانزيم خطير جدا جدا جدا. ده غير انه زي اخوه بي 1 داخل في تصنيع النيورو ترانسميترز او المواد اللي بتنقل الاشارات العصبيه، وداخل في تصنيع الهيموجلوبين بتاع الدم، يعني نقصه قد يسبب نوع من انواع الانيميا. وفاكرين زي ما قلنا في بي 2 ان بي 2 مهم علشان يشغل فيتامين بي 6 فيروح يصنع هرمون اسمه الثايرويد هرمون؟ اذا دي اهميه برضو من اهميات فيتامين بي 6، ونقصه قد يتسبب في خلل في هذا الهرمون وانيميا زي ما قلنا. بايوتين اخوهم اللي بعد كده هو البايوتين، اللي ساعات بيقولوا عليه فيتامين بي 7 وساعات يقولوا عليه فيتامين بي 8. البايوتين ده مهم علشان مجموعه كبيره من الانزيمز اسمها كاربوكسيليزز، ودول شفناهم في الجلوكونيوجينيسيس وفي الفاتي اسيد اوكسيديشن، لان البايوتين يعتبر كو انزيم مهم جدا لهذه المجموعه. في بقى فيتامينات ليها اهميه خاصه كده. بي 9
او الفوليت او الفوليك اسيد، ده اللي بيوصي بيه الاطباء لو في واحده حامل بيقولوا لها تاخد الفوليت في وقت معين من الحمل. ليه؟ اولا هو مهم جدا عشان تكوين كرات الدم الحمراء الار بي سيز، وبالتالي نقصه قد يسبب نوع اخر من انواع الانيميا، غير ان هو مهم جدا في تكوين الجهاز العصبي للجنين، غير اهميته بقى في تصنيع الدي ان ايه. اخر واحد معانا في هذه العائله هو فيتامين بي 12 او السيانو كوبالامين، ده زي اخوه بي 1 مهم عشان الحفاظ على المايلين شيث الماده اللي موجوده على الاعصاب، وزي اخوه بي 9 مهم علشان صناعه كرات الدم الحمراء او الريد بلاد سيلز، وطبعا داخل في الفاتي اسيد والامينو اسيد ميتابوليزم. وعشان اهميته للجهاز العصبي نقصه بيسبب احساس اسمه بينز اند نيدلز، الواحد يحس كان في ابر بتشكه زي التنميل كده شويه، غير طبعا التعب والارهاق العام. طبعا موضوع نقص اي واحد من الفيتامينات دي يخض، ولكن سبحان الله لحسن حظنا ان الجسم ما بيحتاجش غير كميات صغيره قوي من الفيتامينات دي، غير ان 3 ارباع الفيتامينات دي موجوده في حاجات كتير حوالينا، منها الخضروات اللي فيها ورق اخضر والالبان ومنتجات الالبان والاسماك واللحوم وحتى المكسرات، وبالتالي هم ليهم اهميه كبيره جدا 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 ونقصهم قليل جدا 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 نسبيا يعني. وبكده نبقى حكينا باختصار قصه الفيتامينات، الفات سوليبل فيتامينز والووتر سوليبل فيتامينز. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوس على لايك وسبسكرايب وعلى زر الجرس الجميل ده عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد، وما تنسوش تدعمونا على باتريون لان ده هيساعدنا نعمل لكم فيديوهات احلى وبشكل مستمر واسرع. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. سلام.